بداية عايزك توجه كلمة للعيبة الرجالة اللي كان عندهم إصرار كبير جدا، حابب تقول لهم يا دكتور مؤمن؟ والله حابب أقول لهم هم شرفونا والحمد لله رجالة، وبطولة غالية علينا والجمهور شرفنا وكان ليه إضافة، واللعيبة كلها رجالة، وعبد الله عبد السلام معلم 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 في الملعب، واللي بيفهم تكتيك معين في اللعب وفاهم بولي كويس يعرف إن الراجل ده فعلا يعني في الملعب بيدورها، في مايسترو جوه الملعب وفي مايسترو بره الملعب كابتن ميدو، الحمد لله شرفونا وسهلوا علينا المأمورية الحمد لله. مهندس محمد جارح كمان هينضم لنا دلوقتي كمان، يمكن لقاء رائع سواء يمكن اعضاء مجلس الاداره، رئيس اللجنه العليا المنظمه عبد الله عبد السلام كمان احد النجوم. الاول عايزين رساله للعيبه الرائعه المميزه رغم الصعوبات والاصابات اللي جت عندنا محمد بيه، لكن كان عندهم اصرار كبير جدا في البطوله. الحمد لله كان يعني في اصرار كبير من كل الفريق والجهاز الفني، يعني احنا بنشكرهم كمجلس اداره وكلجنه منظمه. طبعا مبروك لعبد الله، احسن لاعب في البطوله الحمد لله، والجائزه اللي اخذها برضو قطب كانت يعني بالنسبه له مؤثره جدا. الحمد لله البطوله كانت صعبه، الشوط كنا كلنا مشدودين، بس الحمد لله ربنا كلل مجهود الجميع بالنجاح الحمد لله. تنظيم ودور مجلس الاداره الكبير كالعاده، السيدات والرجال، ومنتظرين كمان بطولتين الهاندبول ان شاء الله يكونوا من نصيبنا. حابب برضو اخد منك رساله لكل اللجان اللي بتشتغل بكل قوه جدا يا محمد بيه. يعني انا حابب اشكر كل اللجان اللي اشتغلت معانا في البطوله، كلهم بذلوا مجهود كبير، كلهم على قد المسؤوليه، كلهم خبرات كبيره، ربنا كرمنا الحمد لله وكلل مجهودنا بالبطولتين، وان شاء الله يعني اللي جاي احسن، سواء في بطوله السوبر او سواء في بطولتين اليد بتوع الرجال والسيدات. اشكرك ربنا. ناخد من الدكتور مهند مجدي كمان رساله للعيبه وللجمهور الرائع المميز اللي كان ليه تاثير كبير جدا من اول يوم في البطوله. الدكتور مهند مجدي تحب تقول للجمهور؟ والله الجمهور نورونا النهارده وشرفونا، بيقدموا رساله طول الوقت احنا عايزينهم كده، مش عايزين نطلع بره الاطار اللي احنا المفروض نكون عليه. دور مجلس الاداره ان احنا نعمل البطولات اللي تخلي الشباب والجمهور يجي يفرغ طاقاته ويوري للناس رساله كبيره جدا عن ازاي هو واقف ورا جمهوره، عايزينهم طول الوقت ورا جمهورهم. الفريق ده ما يقدرش يستغنى عنهم، وكل الفرق ما تقدرش استغنى عنهم، والحمد لله يعني طول ما هم بيقوموا بدورهم واحنا بنقوم بدورنا، الرجاله دي هتقوم بدورها في الملعب وان شاء الله هيكللوا دورنا بالنجاح الحمد لله. الله يبارك فيكم. مبروك عبد الله عبد السلام بقى، واحد من نجومنا ونجوم منتخبنا الوطني.